أرحب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأرحب أيضا باسمكم جميعا بضيفي لهذه الحلقة الدكتور رياض شروانة. هو باحث في التاريخ المعاصر، تاريخ الجزائر المعاصر، متخصص في حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر، وقد أصدر هذا الكتاب بعنوان وثائق مالك بن نبي في الأرشيف الوطني الفرنسي. الكتاب صدر عن دار الفكر المعاصر بلبنان. مرحبا بك رياض، وأذكر نسيت معلومة مهمة، أن هذا الكتاب قمت بتأليفه بالتعاون مع الأستاذ علاوة عمارة. أنا سعيد كل سعادة أن أنزل ضيفا على برنامج المقهى الباريسي. سعادتي أيضا أن أنزل، أعتقد أن الضيف الثاني أو الثالث على جميل أن أنزل بعد أن نزل به الدكتور واسيني الأعرج. أنا سعيد أيضا أني أجلس إلى جانبك بعد كنت أجلس بسمعي إليك من خلال راديو مونتي كارلو. سلمك أستاذ، أنا الشرف لي لأني التقيتك، أنا كنت نقرأ لك وأستمع إليك أيضا خلال مشاركاتك. الشرف متبادل، ولك مني إن سورت دو 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 سيرتيفيكا دو دو ريكونيسونس، لك صوت إذاعي بامتياز. مالك بن نبي هو غني عن التعريف، يعد واحد من بين رواد النهضة الفكرية في العالم العربي والإسلامي. نذكر أنه ولد سنة 1905 وتوفي سنة 1973. من بين أهم كتبه الظاهرة القرآنية، وأيضا كتاب شروط النهضة، إضافة إلى مذكراته وكتب أخرى. طبعا هنا احنا راح نتكلموا عن مالك بن نبي وفق رؤية الأمنية الفرنسية والاستخباراتية، أيضا نشاطاته السياسية، كله حسب ما جاء في الوثائق التي نشرتها في هذا الكتاب، طبعا الكتاب الذي أعددته رفقة أستاذ علاوة عمارة. كيف كانت رحلة البحث اللي قمت به طبعا بالتعاون مع صديقك، عملية البحث داخل كل المراكز والمكتبات الموجودة في فرنسا من أجل العثور على هذه الوثائق الثمينة؟ مالك بن نبي هو كان ضمن الملفات التي اطلعنا عليها بالأرشيف الفرنسي ما وراء البحار لزالوم. ويومها وقعت أيدينا يعني بسنة 2015 على ملف استعلاماتي استخباراتي بما يسمى لو فون، الرصيد لو اس ال ان. انا راح نفتح لك القوس ما هو لهذا الرصيد لو اس ال ان. لو اس ال ان سي لو سيرفيس دي ليزون نور افريكان، مصلحه اتصالات شمال افريقيا. وهذا الرصيد موجود وقد صب في الارشيف الفرنسي ما وراء البحار، واصبح متاحا للباحثين بعد 2012. لماذا 2012؟ كانت قد مر على استقلال الجزائر 50 سنة. بهذه المناسبة فتحوا هذا الأرشيف. لكن خليني نعطيك أيضا هذا الجهاز ودوره كيف تأسس في كلمتين. هو جهاز استعلاماتي استخباراتي تم تأسيسه سنة 1935، أخذ عدة سميات. من بين الأسباب التي أسس من أجلها هذا الجهاز هو بعد أحداث قسنطينة بتاريخ 4 أوت 1934، أو ما يسمى باعتداء اليهود، والذي حدث في قسنطينة. ماذا الذي حدث بالضبط سيدتي؟ هو أحد الجنود الفرنسيين من أصول يهودية تبول أكرمك الله على حائط من جدار من جدران المسجد بقسنطينة. فقط نفتح قوس يعني هذا نقاش في قاعدة قهوة. أنا شاهدت قبل أيام قليلة فيلم وثائقي على قناة آرتي الألمانية، وتناول العلاقة اليهود والمسلمين، وذكر
هذه الحادثة حادثة قسنطينة، وحسب المؤرخين الذين كانوا يتحدثون ذكروا أنها كانت خطة من قبل الاستعمار لتأجيج الصراع بين اليهود والمسلمين في قسنطينة. على كل حال هذا فقط فتحنا القوس يعني. نعم. أنا حابة حتى ما نخرجوش على الموضوع أكثر، حابة فقط أنه تحدثني عن الحاجة اللي لاحظتها داخل هذه الوثائق والتي دفعتك لعمل هذا البحث للتنقيب أكثر في هذه الوثائق من أجل تفنيد عدة تهم كانت موجهة إلى الكاتب والمفكر مالك بن نبي. حتى يعني استرسل بعض الشيء ونوضح لك ونوضح للمتابعين، هذه الحادثة اللي قلت لك يعني تبول أحد الجنود اليهوديين على جدار من جدران هذا المسجد، وكانت هناك نوع من الفتنة. نعم. ولولا فتنة. حكمة الشيخ عبد الحميد بن باديس. نعم. والمناضل المعروف بن جلول محمد الصالح، ضعي سطرين أسادتي تحت هذا الاسم. نعم. الذي لم نشتغل عليه. نعم لم نشتغل عليه. محمد الصالح بن جلول ودكتور محمد الصالح بن جلول مع الأسف لم نستغل على هذه الشخصية، وهو ضمن يعني مشاريعنا المستقبلية. جميل. برفقة الأستاذ علاوة عمارة الذي يعني ساهم في إطفاء فتيل هذه يعني نقول فتنة. نعم. بعد هذه الحادثة الفرنسيين شكلوا هذا جهاد الجهاز الاستخباراتي الاستعلاماتي، وخدع عدة تسميات. جاء للجزائر في يعني في الميدان العملياتي في سنة 1947 تحت تسمية جديدة سيرفيس دي ليزون نور افريكان، جهاز او مصلحة اتصالات شمال افريقيا، والذي اخذ اسماء اخرى يعني كان اسمه مثلا مركز الوثائق المسلمين. ثم اخذ قلت هذا التسمية الواسعة لانه سيرفيس دي ليزون نور افريكان، ومهمته الاساسية هو اقتفاء اثار رجال الساسة والمثقفين ورجال الدين والشخصيات المؤثرة في الوسط الجزائري. وبن نبي جاء تحت هذا المجهر أو سلط عليه هذا المجهر. لماذا في تلك الفترة بالذات مالك بن نبي كما سأتي على شرحي رجع إلى الجزائر سنة 1946 وبدأ ينشر، بدأ يؤلف، وأول ما ألفه هو الظاهرة القرآنية. إذن هو دخل تحت خانة المثقفين. لكن قبل أن أخوض في ممكن في الملفات هذه الاستعلاماتية والاستخباراتية، أقول لك أيضا لماذا اهتمنا بشخصية مالك بن نبي، لماذا يعني تشتغلوا على مالك بن نبي. فمالك بن نبي كتب مذكراته العفن، مذكرات وشاهد على القرن، ومذكرات شاهد على القرن. ضف الى دفاتر مالك بن نبي التي نشرها جمعة ونشرها نور الدين بكروح. استكمالا لما تفضلت به، انا فيها في الكتاب قرات هذه الفقره التي لفتت انتباهي. يقول مالك بن نبي: إن هذا الكتاب شهادة أنوي تركها للأجيال القادمة، غير أني أكتب بطريقة تسمح لجيلي نفسه أن يعرفها ويناقشها وينتقدها، فهي شهادة لن تكون ذات قيمة إن لم تعرض على أنظار معاصري كاتبها. يعني كأنه مالك بن نبي كان متردد في كتابة مذكراته أو سيرته الذاتية، يعني ويرى أن كتابة المذكرات أو السير الذاتية يجب أن يساهم فيها أيضا الأشخاص الذين عاصروا هذه الشخصية. شوف سؤال وجيه جدا جدا. شوف أما عن سرديات مالك بن نبي سأعطيك يعني بعض من كواليسها. مالك بن نبي نشر مذكرته الأولى التي عنوانها العفن في مارس 1951. مالك بن نبي نشر مذكرتين أو سرديتين، العفن ثم
شاهد على القرن الذي نشره بعد الاستقلال. نعم، سنة 1965 إلى غاية 1970. أما مذكرة العفن أو شهادته أو روايته أو سرديته الأولى عنوانها بالعفن، وكتب سنة 1951 من شهر مارس، وحاول التخلص منها. نعم. وإتلافها، غير أن عبد الرحمن شيبان وإبراهيم مزودي منعوه من ذلك، ويعني استرجعوا أخذوها منه. نعم. بعد الاستقلال رجعوها له. نعم. ولكن هذه المذكرات مهمة جدا جدا. نعم. من حيث ماذا؟ يعني لأن مالك بن نبي بعد 1965 نشر مذكرات أخرى عنوانها بشاهد على القرن، وقسمها كما قلت إلى أجزاء، جزء الطفل يعني مالك بن نبي الطفل، ومالك بن نبي الطالب، ثم مالك بن نبي الكاتب. غير أنه لما تقرأي شاهد على القرن والعفن ستجدين صح التعبير مالكين بن نبيين. لأن الظروف التي كتبها كانت مختلفتين، يعني كتب الأولى أثناء الاحتلال أو أثناء يعني كان مطاردا ومحاصرا، ثم بعد ذلك كتبها ربما بروية وبرؤية إنسان ناضج بفضل التجربة نتاعه. صحيح ما تقولين. هو أكثر أنه هذه تعكس أيضا ذاتية في كتابة المذكرات، والذاتية ببعض الأحيان مقصودة. الرجل يكتب عن نفسه فيخفي بعض الأشياء. نعم. التي يراها غير مناسبة. نعم. له. وهذا شيء طبيعي بالنسبة لنا كباحثين في التاريخ. نعم. وأما بالنسبة للعفن، وعندما كتب العفن في تلك الفترة، أولا السؤال الذي يتبادر للذهن، بن نبي لما كتب مذكراته في سنة 1951 لم يبلغ من عمره تقريبا 40 سنة. نعم. 40 سنة، هل من المعقول أنه شخص يكتب مذكراته في 40؟ عادة المذكرات تكتب يعني في آخر العمر، في آخر العمر. نعم. وهنا عندها ولها يعني مغزى من ذلك. نعم. ملك بن نبي كتبها لظروف اقتصادية كان يعيشها. نعم. وهي أعتقد هي التي دفعته إلى الكتابة. حتى أنت داخل هذا الكتاب أشرت أن الوثائق التي كانت بحوزتك أثبتت على أن ما جاء في كتاب العفن هي معلومات صحيحة، وهذا في ردك على من شكك في هذا الكتاب أو ما جاء في هذا الكتاب. من نسبوا إلى الكتاب، تقصدين من نسبوا الكتاب إلى مالك بن نبي سردي. نعم. هناك من شكك بأن كتاب العفن قد نسب إلى مالك بن نبي. نعم، شككوا بأنه هو صاحبه. بالضبط. غير أن نحن يعني في بحثنا هذا أكدنا بما لا يدعو للشك أن مالك بن نبي هو صاحب هذه السرديات. نعم. بل بالعكس، إحنا الوثائق هذه يعني هذه الوثائق أثبتت فعلا أن ما جاء في كتاب العفن هي يعني كل ما جاء في كتاب العفن هو صحيح، وهذا في ردكم على من شكك في أن هذا الكتاب لم يكتبه مالك. وقد نسب إلى مالك بن نبي. نعم. لأنه الأشياء اللي يقولها في العفن يتراجع عنها في شهادة على القرن. نعم. وكما قلت أنا دوك نفتح لك قوس صغير حتى نعطيك مثال وحتى يفهم الجمهور أو المتابعين كيف كان هذا التراجع وما سببه. أعطيك مثال، مالك بن نبي في شاهد على في أول في العفن عندما يتحدث على أنه كان قد زاول بعض الأشغال لما كان في الفترة وهو كان في فرنسا، عبر عنها بكلمة أو مصطلح عام. إلى يتوليزي أن تعم جينيريك، قال واشتغلت مهن بسيطة. تحت هذا المهن يرى أن مالك بن نبي كل مهنة
يرى فيها إهانة له هو، كمثلا أن مالك بن نبي كما لاحظتي اشتغل كحارس في ثكنة، اشتغل بأن قام على شؤون كاتب إداري فارس، فارس لا كاتب إداري ممكن لا، فارس أحد الضباط الألمان وخيرها من هاته المال. لماذا؟ لازم تعرفي شخصية أو نفسية مالك بن نبي. مالك بن نبي له اعتزاز بالنفس، فيرى في هذه المهن إهانة له، ولذلك لم تكن من تخصصه، ليس لم يكن بتخصصه، الرجل يعني يشوف في هذه المهن إهانة له. أنه اشتغل يعني كحارس في ثكنة، فعبر عن هاته بكلم بكلمة أو مصطلح عام حتى لا يستفيد وحتى لا يذكر هذه المهن بذاتها التي يرى كما قلت إهانة له. أكثر من ذلك، أكثر من ذلك، مالك بن نبي، وهذه أحد قدروا نقول لك الأسباب التي أخذتنا للحديث عن مالك بن نبي. جاءت جملة في العفن فيما معناها أنه يقول سيأتي يوما ما شخص ما ويبحث في أن أفكاري المعروفة أو كتاباتي المعروفة ويبحث عنها حتى في أحشاء أطفالي من أجل طمس أفكاري. لكن ما حدث هو العكس، أنكم أنتم لا أنا يعني بحثتم وأثبتتم ولكن يعني ليس في أحشاء أطفاله في المراكز الأرشيف. صحيح فقط. في أحشاء الأرشيف الفرنسي. وهذا يتكلم على ماذا سيدتي؟ نعم. سامحتي، يتكلم على عن أن الرجل كما قلتي يعترف بطريقة غير مباشرة عن ذاتيته. نعم. عن ذاتيته في كتابة المذكرات. مذكرة. غير مطمئن. غير مطمئن. وأنا أتذكر يومها أنا كنت أشتغل أنا أستاذ علاء وعمارة، والتفت لي وقال لي يبدو أنه كان يتحدث عنك. إذن في المذكرات يمكن أنه لم يشير بطريقة مباشرة إلى التهم التي وجهت إليه. أنت والأستاذ عمارة حاولتم أن تثبتوا أن هذه التهم ليست صحيحة، وهي تهمة التعاون مع الألمان أو يعني تخابر أو التخابر مع النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وتهمة أخرى أيضا وجهتها له السلطات الفرنسية ليست تهمة وإنما حسب ما جاء في هذه التقارير على أنه كان يتعاون مع السلطات الفرنسية في مراقبة واقتفاء أثر المثقفين الجزائريين. أي نشوف سؤالك يعني فيه شقين. أما الشق الأول قضية تعاون أو تخابر أو تعامل مالك بن نبي مع الألمان، جاء اعتقل أي بالضبط مرتين، جاء في السياق هذا الآتي. شوف مالك بن نبي لما جاء إلى فرنسا، وهذا أيضا لأنه حتى نفتح قوس الكتاب غطى الفترة الممتدة بين 1939 و1957، وإن كانت أعطت لنا بأثر رجعي الفترات الأولى التي كان فيها مالك بن نبي بفرنسا، خاصة عندما جاء في سنة 1930. هنا أشير أنه مالك بن نبي جاء إلى فرنسا بعد الأزمة الاقتصادية العالمية سنة 1929، بعد أنه فشل أيضا، وهو أحد الأقارب يعني بأن وش نقول لك أنه شكلوا أو أسسوا هكذا مؤسسة وفلست على إثر أو من جراء الأزمة الاقتصادية العالمية. عندما جاء مالك بن نبي إلى فرنسا جاء إلى فوهة الأزمة الاقتصادية، لك أن تتصوري، فوجد صعوبة كبيرة في إيجاد عمل قار، حتى أن مالك بن نبي أجبر أو وجد نفسه مجبر على الرجوع إلى الجزائر، وبالفعل رجع سنة 1939. حتى لما رجع إلى الجزائر عانى من بالضبط البطالة، يعني ما كانش قادر يلقى عمل بسبب هذه التهمة
التخابر مع سأتي على كذلك على ذلك. رجع في المرة الأولى سنة 1939 إلى تبسة، ووظفه الشيخ العربي التبسي، لأن الشيخ العربي التبسي كان يرأس فرع جمعية العلماء بتبسة، فوظفه كمعلم بمدرسة تهذيب البنين بتبسة في مادة الرياضيات. وخلي نفتح هنا قوس، من بين تلامذته التي يعني تمدرس على يديه السيدة زينب الميلي بنة الشيخ العربي التبسي، أتمنى أن يطول عمرها. وقد قرأت لي هذا الكتاب، وأنا أحضر لهذا الكتاب، زرتها وأعطتني يعني معلومات تخص عن مالك بن نبي الذي عرفته شخصيا. وأغلق القوس. مالك بن نبي اشتغل عند الشيخ العربي التبسي من الفترة الممتدة بين شهر جانفي إلى غاية سبتمبر من سنة 1939، قلت لك كان معلم لمادة الرياضيات، لكن تخلى الشيخ العربي التبسي عن مالك بن نبي لأن يرى فيه تواضعه بالنسبة لتواضع مستوى بالنسبة للغة العربية. وهنا راح يفتح لنا نقاش آخر ممكن طلعت عليه. مالك بن نبي يتحدث على أنه قد أسس ناديا لتعليم اللغة العربية بالنسبة للعمال في مارسيليا سنة 1938. كل محاولة هذه التهم حسب أي نرجع لك للتهم اللي أنت ناشرها. أي راجع في أنه تعامل مع الألمان والرواية الاستعمارية عنه هي غير صحيحة. شوف يعني هذا في نفس السياق، لما تخلى الشيخ العربي التبسي عن 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 مالك بن نبي، وان كان هو امام قاضي التحقيق اعطى روايه اخرى، قال انا رجعت لفرنسا بسبب خلاف وقع بين زوجتي وحماتي، وحتى افض هذا النزاع خسرت العوده الى فرنسا. وهنا نفتح ايضا نقاش حول ما تقوله الوثائق ورواية مالك بن نبي، يعني المتضاربة تماما. لما رجع للباريس سنة 1939 وبداية الأربعين، بدأ يبحث عن شغل. اشتغل يعني كما قلت كحارس في ثكنة، اشتغل ككاتب في بلدية درو ومهن أخرى، لكن هذه المهن كانت يعني شغل لك جد مؤقتة نظرا للأزمة الاقتصادية التي كانت في تلك الفترة. لما جاء الألمان سنة 1940 إلى فرنسا، التحق مالك بن نبي بما يسمى بالقاعدة العسكرية للألمان واشتغل عندهم. طبعا حتى الفرنسيين اشتغلوا عند الألمان في تلك الفرص في تلك الفترة. ضف إلى ذلك مالك بن نبي في 1942 انتقل إلى ألمانيا ليشتغل بها في إحدى مصانع السيلوفان، لبابي دو سيلوفان، يعني بمصنع فالس روت، واشتغل لمدة 18 شهرا. عندما اشتغل لمدة 18 شهرا كان قد أرسل بمبلغ مالي معتبر فاق يعني قيمة يعني لو صالير نتاعو يعني الذي تقاضاه لمدة 18 وارسله إلى زوجته، فزادت شكوك الفرنسيين في تعامل وتخابر مالك بن نبي. ثم أن مالك بن نبي عندما جاء الأمريكان إلى فرنسا طلب أن يدخل إلى باريس، طلب من المكاتب الأمريكية حتى يلتحق بباريس. فأحد المترجمين الفرنسيين وشى بمالك بن نبي وتم إيقافه، فاعتقل الاعتقال الأول ببي تي في للمدة الممتدة بين شهر جويلية 1944 إلى غاية ماي 1945، هو اعتقال إداري فقط. نعم هذه التهمة، وتهمته في ذلك كان
التخابر والتعامل مع الألمان، ستجدين تفاصيل في هذا الكتاب. نعم، أنا شفت أستاذ رياض أنه لا يوجد فيه استخدام لكلمة نازية في الكتاب، أنتم استخدمتم فقط التخابر مع الألمان، وهذا هو الذي تذكره الوثائق سيدتي. نعم، لا تشير إلى كلمة نازية. نعم. هنا كان فقط متهل، وأصلا الوثائق تتحدث عن تعامل أو تخابر مع الألمان، وأيضا من كذبت لا هذه الاتهامات. وما زاد من تهمة مالك بن نبي أن مالك بن نبي قد انضم إلى حزب الشعب الفرنسي، ما يسمى لو بي بي اف، لو بارتي بوبولار فرنسي، الذي أسسه جاك دوريو. ومالك بن نبي كان مناوبا أو مندوبا للمكتب لهذا الحبس بباريس بالنسبة للجزائريين. نعم. الذين كانوا منتسبين له، وكان يتقاضى أجر 1400 فرنك فرنسي. تقدر هناك قرائن. نعم. التي جعلت الألمان يشككون بأن مالك بن نبي تخابر وتعامل مع الألمان. نعم. أطلق سراحه، ثم في شهر نوفمبر من ذات السنة شكلت ما يسمى بالمحاكم، التي أيضا تابعت من كانوا يتعاملون أو يتخابرون أو من تهمتهم فرنسا بالتخابر والتعامل مع الفرنسيين، ولكن هذه المرة كان برفقة زوجته أيضا، بولات بالضبط، فيليبين بولات سيسيل. وهنا راح نفتح لك قوس أن الملف القضائي كان باسم مالك بن نبي وزوجته بولات. وهنا أعطيك قوس آخر، كنا سباقين أنا والأستاذ علاوة في أن وقعت أيدينا على هذا الملف القضائي الذي أصبح متاحا في الأرشيف الوطني ببيرفيتسيورسال للباحثين بداية من 2016، والذي بلغ 125 وثيقة، يعني تقريبا هو كل أطوار المحاكمة نجدها في هذا الملف الدسم، الذي يحكي لنا فترة مفصلية وحاسمة في تاريخ مالك بن نبي. نتحدث عن تهمة ثانية، هو التعاون مع السلطات الفرنسية في تصيد وترصد تحركات المثقفين والمناضلين الجزائريين. هي ليست للوثائق، هنا ليست بتهمة. شوف، مالك بن نبي بعد هذه التجربة وإطلاق سراحه، يعني واعتقل اعتقلت زوجته في أواخر شهر سبتمبر، ثم لحق بها في شهر أكتوبر 1945. أطوار هذه المحاكمة للقارئ أن يرجع لها في الكتاب، يوجد تفاصيل كبيرة عن هذه المحاكمة، اللي نقدر نقول هي محاكمة العصر، لأن مالك بن نبي إلى غيسكي لا بين دو مور، عقوبة الإعدام لو ثبت ذلك. ونحن نفتح لك قوس آخر، مالك بن نبي نظرا لتكوينه الصلب في أنه قد تمدرس في لا ميديغسا بقسنطينة، في ما يسمى بالمدرسة الشرعية والقانونية، واشتغل أيضا كاتبا بمحكمة أفلو ومحكمة الشاتو دو ريمال، يعني محكمة شلغوم العين، ككاتب أو ما يسمى في الفترة بعدل، استفاد من التكوين هذا، وقدر يقنع القاضي بأن يرد هذه التهمة. بعد هذه الحادثة مالك بن نبي قفل ورجع إلى الجزائر. هنا سنجد مالك بن نبي في مسار آخر، وهذا المسار سيكون تحت مجهر المصلحة شمال اتصالات افريقيا، لو سيرفيس دي ليزون نور افريكان. وكما قلت لكم يعني من قبل، انه هنا مالك بن نبي جاء للجزائر ككاتب، يعني اولا هو نشر عمله الاول الظاهرة القرآنية، ثم لبيك، وثالثا يعني منشورات اخرى لشروط النهضة، شروط النهضة وكتب أخرى. نعم. أما تتحدي هي ليس بتهمة، لما رجع مالك بن نبي لا إلى مش تهمة وجهت على السلطات الفرنسية، أقصد أن البعض يتهمه بهذه التهمة
لعدم يعني فهم. بعد الاستقلال لعدم فهم لعدم فهم, لعدم فهم فقط. نعم. شوف اولا الحادثه هذه او ما حدث بالضبط ان مالك بن نبيل لما رجع للجزائر بحث عن عمل وتوجه يعني بعده طلبات الى الاداره الفرنسيه وقدم لهم سير ذاتيه ومن اهم الطلبات والسير الذاتيه التي قدمها بتاريخ 26 افريل 1947 التي رفعها الى لو بريفي دو كونستانتين. نعم. طالبا عمل. عمل. هنا الاداره الفرنسيه رفعت هذا الطلب الى الجهات الامنيه سواء بالجزائر او بفرنسا لترد هذه الأجهزة على طالب مالك بن نبي بأنه شخص قد تم متابعته قضائيا بتهمة التعاون والتخابر مع الألمان. مالك بن نبي في تلك القضية كان مجرد متهم والقضية حفظت. نعم. ولكن بالنسبة للفرنسيين أو أمنيا هذه القضية لم تحفظ بعده. نعم. وبقى تلاحق مالك بن نبي. شكرا لك وأتمنى لكم جميعا التوفيق.